للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من موسكو الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية. أهلا بك دكتور محمود معنا. كيف ترى الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية؟ هل هناك بالفعل تقدم أوكراني في كوريسك أم أن هناك دفاع قوي من قبل روسيا والسيطرة الآن؟ يعني أول شيء سأقدر سيدي الكريم من الأخوة المشاهدين، طبعا هذه لأول مرة يخرج الرئيس زيلينسكي منذ حوالي 5 أيام ليعلن عن تقدم أوكرانيا لكيلومتر طولا و3 كيلومتر عرضا. هذا يعني ان التصريح امبارح هو كان عباره عن يعني عباره عن طلب طلب من الاعلام لإشاد بما يسمى تقدم، ولكن فعليا ليس هناك اي تقدم بل هناك تراجع. لذلك الرئيس زيلينسكي بعد 5 أيام صرح هذا التصريح تقوية المعنويات، ونعلم هو الحرب هي اعلاميه في قوس اكثر ما هي سياسيه. لذلك انا في رايي ان الرئيس زيلينسكي بدا كالعاده مثل القياده الاوكرانيه بنشر الاخبار الكاذبه، لانه فعليا القوات الاوكرانيه الان مغلق الامام من كل الجهات، وهي يعني نوعا ما عادت الى الدفاع وبدات بتحصين مناطق للدفاع. هذا يعني ليست لديها قوات هجوميه اكثر من ذلك. كل هذه التصريحات تدخل ضمن المجال الاعلامي كما قلت لك، ونحن بحاجه الى تقييمات عسكرية غربية أو محايدة لنعلم فعليا ماذا يحصل على الجبهة الأوكرانية. يعني نعلم جيدا أن أوكرانيا دائما تحاول بشكل من الأشكال إعطاء تصريحات إذا ليس هناك أي تقدم لتغطي التراجع، بينما لا يذكر الرئيس زيلينسكي التراجع في جبهة دنباس وما هو عليها. الآن الروس وصلوا إلى مدينة باكروس المهمة جدا أو الاستراتيجية في منطقة دنباس، وأعتقد أن الآن هناك منطقة مشتعلة جدا في باكروس يمكن أن يؤدي روسيا تقدمت في هذه المنطقة سيتم تحرير دنباس بشكل كامل. ولكن لنكن واقعيين أن ما يحصل الآن في ريف كورسك، وليس مدينة كورسك، في ريف كورسك هي عبارة عن أكثر ما هي إعطاء للغرب أو إعطاء للولايات المتحدة الأمريكية أن القوات الأوكرانية ما زالت محافظة على القدرة الهجومية. وهناك أيضا بدأت الاستفزازات، وهذا هو المتوقع، بدأت الاستفزازات مع بيلاروسيا. يعني نعلم جيدا ان هذه الحدود مشتركه بين بيلاروسيا وروسيا واوكرانيا، ويمكن لبيلاروسيا الان ان تفتح جبهه اخرى امام اوكرانيا كما حصل في بدايه العمليه العسكريه الخاصه، لان لدى روسيا بيلاروسيا. وكيف سيكون التعامل الان دكتور محمود؟ يعني الى اي مدى ستتعامل اوكرانيا مع بيلاروسيا لسحب قواتها من الحدود المشتركه؟ يعني من الواضح ان روسيا قررت ان بعد فتره من الزمن ان تدخل في منطقه بيلاروسيا وتضرب القوات الاوكرانيه بالخصم، لانه نعلم جيدا ان الاسراع في اخراج القوات الاوكرانيه من الاراضي الروسيه يجب ان تضرب في التوغل في الحدود الاوكرانيه بيلاروسيا. اذا رايت الخريطه يجب الضرب من الخصم، الضرب من الخصم يكون فقط عن طريق بيلاروسيا، لانه بيلاروسيا تصبح على ما يسمى جناح الجبهه، فيمكن ان يؤدي فعليا الى اضعاف الجيش، وخصوصا أن هذه القوات التي تحارب في كورس الآن هي كانت موجودة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية. يعني الآن ليس هناك قوة كافية من الجيش الأوكراني على الحدود البيلاروسية الأوكرانية، يعني هذا يؤدي فعليا إلى ضرب الجناح وتدمير القوات بشكل كامل. لذلك أنا في رأيي لوكاشينكا بدأ فعليا بالتفكير مع رئيس بوتين، وخصوصا أن الاتفاقية الدفاع المشترك إذا تعرضت أي بلد إن كان بيلاروسيا أو روسيا لما يسمى اختراق حدودي، يجب على القوة الأخرى أو القوة الصديقة أن تدخل في معركة مباشرة مع هذه القوات وتشتبك معها. لذلك هذه اتفاقية معلنة وليست خفية، ويمكن فعليا أن نرى هناك جبهة جديدة في بيلاروسيا جديدة. ماذا كيف تستطيع أن تعامل أوكرانيا؟ لا تستطيع أن تفعل شيئا، لأن عدة أسباب، أن القوات لا كافية في هذه المنطقة، بالإضافة أن لدى لا ننسى أن لدى اوكرانيا تعلم ان لدى بيلاروسيا اسلحه نوويه على محمله على اسكندر، يعني على مسافه 500 كيلومتر، واذا بدات اختراق الاراضي البيلاروسيه او استهداف مينسك يمكن لبيلاروسيا ان ترد نوويا وليس روسيا. يعني لدى روسيا مع اوكرانيا اتفاقيه بعدم الاعتداء النووي من طرف روسيا على اوكرانيا، معاهده بودابست، بينما بيلاروسيا ليس لديها اي اتفاقيه مع الجانب البيلاروسي، فيمكن بجانب الاوكراني بين الجانب الروسي والجانب الاوكراني، فيمكن ان نقول اذا بدات باستهداف مينسك كما قال مراسلكم قبل قليل يمكن ان يرد عليها باسلحه نوويه، تفعل العقيده النوويه البيلاروسيه الجديده. نعم، ولكن كيف أنا في رايي ان نعم تفضل تفضلي.
كيف ترى يعني التقدم الروسي أو الهجوم الروسي على كييف بالطائرات المسيرة؟ هل هذا جزء من الرد على التوغل الأوكراني في كورسك الحدودية؟ لا أبدا، هذا عبارة عن، نحن نعلم أن الاستهداف في كييف واستخدام المخازن الأسلحة، نعلم جيدا أن أوكرانيا ما زالت مستمرة باستلام كميات هائلة من الأسلحة، من الذخيرة، من المعدات العسكرية، وكلها حسب تعمل المخابرات العسكرية السورية يستهدف هذه المخازن. تم امبارح في كييف استهداف مخازن للذخيرة التي أتت منذ حوالي أسبوعين أو ثلاثة من بولندا، لذلك هذا ليس رد، هذا نعلم أن بشكل أسبوعي روسيا تقصف كييف وضواحي كييف وغرب أوكرانيا بالمسيرات وبالصواريخ بعيدة المدى، بالإضافة إلى الكنجال وأسكندر. يعني هذا ليس ضمن الرد، الرد أنا برأيي سيكون أقصى من ذلك بكثير. أنا في رأيي الرد يمكن أن يكون على استهداف ما يسمى مراكز صنع القرار، يعني يمكن أن نقول أن الآن يمكن أن ترد روسيا باستهداف على سبيل المثال وزارة الدفاع الأوكرانية، مقر الرئاسة الأوكرانية، هذا يكون الرد على اقتحام حدود وقتل المدنيين وخطف مدنيين. بينما ان يكون الرد بشكل اسبوعي او يكون الرد باستهداف كييف، هذا ليس ردا، هذا ضمن العمليه العسكريه الخاصه، ياتي الذخائر ثم تدمر. ولكن حسب ما قال الرئيس بوتين وقال السفير الروسي في واشنطن السيد انطونوف، ان الرد الروسي اصبح جاهزا. الان انا في رايي تنتظر روسيا متى ستجمع القوات او تجمع القياده الاوكرانيه في مكان واحد حتى يتم استهدافها، لان لدى روسيا عده مرات هددت ان في حاله اي استفزاز لن ترد بالنووي روسيا، بينما ستستهدف مراكز القياده. ولكن حتى الان روسيا لم تستهدف مراكز القياده الاوكرانيه غير مركز الاستخبارات العسكريه الاوكرانيه، بسبب ان هناك بعض القوات اقتحمت وقتها بيلغراد وكانت تحت قياده المخابرات الاوكرانيه. الان القرار اتى من وزاره الدفاع، من الرئيس قائد العام القوات المسلحه الرئيس زيلينسكي، هذا يعني الرد سيكون على مراكز هذه القياده. انا في رايي يمكن ان نقول ان احد الاهداف المتوقعه هي قصر رئاسي في بانكوفسكا، شارع بانكوفسكا، او مقر وزاره الدفاع، او ما يسمى مقر وزاره الخارجيه، كله يمكن ان يكون الان في مرمى الاهداف الروسيه، هذا يكون رد روسي. ولكن الردود على المسيرات وما هو على هذا ليس ردا، هذا عباره عن عمليه تكتيكيه، نعلم جيدا هناك حرب استنزاف الطرفين، اوكرانيا نعم. تستهدف دكتور محمود يعني روسيا تستخدم، تفضلي. نعم، تواجد بيلاروسيا على الحدود المشتركه بهذه القوة الكبيرة من الأسلحة والمعدات والعتاد، هل هذا يشير إلى ربما دخول بيلاروسيا لجبهة القتال؟ طبعا هذا أكيد، أنه نعلم جيدا، رأيت بذبذات العملية العسكرية الروسية الخاصة، روسيا لما وصلت إلى كييف لم تصل عن طريق الدنباس، لأن الدنباس محصنة، هناك مناطق محصنة، بل دخلت من منطقة السومي وصلت إلى ضواحي كييف وحاصرت كييف وقتها. يعني الدخول كان من مناطق بيلاروسية وليس من حدود الروسية الأوكرانية، وبعدها انسحبت القوات وتم بعد ذلك تأمين الحدود. لذلك وجود هذه القوات بكميات كبيرة على الحدود الأوكرانية ليس للتسلية أو ليس للتهديد. من الواضح أنا قلت عدة مرات، من الواضح لا تستطيع روسيا إخراج القوات الأوكرانية، إنه رقم كبير جدا، نتكلم عن من 10,000 إلى 15,000 مقاتل مع البندات العسكرية، لا تستطيع إخراجها بشكل سريع إلا إذا كما قلت تم قصفها من الجناحات او من جبهات من الخاصره كما يقولون. يمكن للقوات الاوكرانيه ان تتراجع او تشبه محاصره، يعني اذا رايتي يمكن للقوات الروسيه الموجوده بيلاروسيا مع القوات الروسيه ان تدخل المناطق المحاذيه لكورسك وتلتف على القوات الاوكرانيه من الخلف وتمنع خطوط الامداد ويتم القضاء تصبح القوات الاوكرانيه في المنتصف بين القوات الروسيه من طرف والقوات البيلاروسيه من طرف. هذا يمكن، هذا انا متوقع وهذا فعليا يمكن ان يكون، ولكن اتوقع خلال اسبوع او 10 ايام عندما ترسم بشكل كامل وتحصن ضد هذه القوات. لذلك نرى الان كميات اسلحه كبيره تخرج من روسيا الى بيلاروس. ونعلم ان الرئيس البيلاروسي عده مرات قال انه هو لديه اتفاقيه، فهذا ضمن الاتفاقيه وضمن القانون الدولي الموجود والاتفاقيات المحترمه بين البلدين. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية، شكرا جزيلا لك.